موضوع درسنا لهذا اليوم هو تدريبات على درس الصنف اللغوي الضمائر. أهداف درسنا لهذا اليوم: أولاً استذكار أنواع الضمائر ودلالاتها، وأيضاً استخراج الضمائر الموجودة في الجملة، وتحويل الأسماء الظاهرة في الجملة إلى ضمائر. نبدأ في استذكار الضمائر. أتذكر أن الضمائر نوعان، ما هم؟ نعم، بارزة وتنقسم إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. البارزة تنقسم إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة، ويأتي منها المتكلم والمخاطب والغائب. وأيضا لدينا النوع الآخر من الضمائر، هو ضمائر مستترة وجوبا أو جوازا، ولا تظهر في الكتابة ولا في النطق، وإنما تقدر للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. إذن الضمائر البارزة تنقسم إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة، ويأتي منها للمتكلم وللمخاطب وللغائب. أما الضمائر المستترة سواء كانت وجوبا أو جوازا فهي لا تظهر في الكتابة ولا في النطق، وإنما تقدر للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. نبدأ في التمرين هنا. أحول مسترشدا بالضمير بين القوسين وتغيير ما يلزم. شاهدوا معي المثال الأول المحلول هنا: عليك ألا تيأس. شاهدوا الضمير هنا: أنتما. أنتما كيف حولناها؟ عليكما ألا تيأس، إذا صاروا اثنان. عليك ألا تيأس، عندما أجعل المخاطب اثنان أنتما أقول عليكما ألا تيأسا. طيب، اجتهد أن تبتسم للحياة. اجتهد أن تبتسم للحياة، نبي نحول صيغة الخطاب باستخدام الضمير هنا أنتن، نسترشد بالضمير هنا أنتن. ماذا نقول؟ اجتهد أن تبتسم للحياة. أنتن يعني مجموعة إناث. ماذا نقول؟ أحسنتم، اجتهد أن تبتسم للحياة. اجتهد أن تبتسم للحياة. طيب، لا تقطب وجهك أنتم. الضمير هنا أنتم نحوله إلى مجموعة ذكور. لا تقطب وجهك، ماذا أقول لهم مجموعة ذكور إذا أردت أن أستخدم نفس المثال؟ لا تقطب وجهك، ماذا أقول للمجموعة؟ أنتم. نعم، لا تقطبوا وجوهكم. أحسنتم، لا تقطبوا وجوهكم أنتم. نعم، ثق بنفسك وتفاءل. ثق بنفسك وتفاءل، هنا واحد، شخص واحد، ثق بنفسك وتفاءل. أنا أريد أن أجعلهم اثنان، أنتما باستخدام الضمير أنتما، نسترشد بالضمير أنتما، ماذا نقول؟ ثق بنفسك وتفاءل، نقول أحسنتم، ثقة اثنانهم، ثقة بنفسيكما وتفاءلا. ثقة بنفسيكما وتفاءلا. طيب، لا تنظر إلى الحياة بتشاؤم. لا تنظر إلى الحياة بتشاؤم. أنت، سنخاطب مؤنث هنا، أنت ماذا نقول لها؟ لا تنظر إلى الحياة بتشاؤم. أريد أن أخاطب مؤنث، ماذا أقول؟ أحسنتم، لا تنظري إلى الحياة بتشاؤم. لا تنظري إلى الحياة بتشاؤم. أحسنتم. نشاهد التمرين الآخر. أختار الإجابة الصحيحة بوضع خط تحتها. أختار الإجابة الصحيحة بوضع خط تحتها. نشاهد الجملة الأولى: لن يحرمك الخير. الكاف في يحرمك، ماذا نقول عنها؟ هل هي للمخاطب أو للمتكلم أو للغائب؟ الكاف في يحرمك، هل هي للمخاطب أو للمتكلم أو للغائب؟ لن يحرمك، هل هو مخاطب ولا غائب ولا متكلم؟ نعم، مخاطب. أحسنتم، إذن مخاطب. لن يحرمك الخير، لن يحرمك أنت الخير، يعني مخاطب. طيب، لا عليك في ذلك. لا عليك في ذلك، الكاف في ذلك هنا هل هي كاف خطاب
ولا للمشار إليه البعيد ولا للغائب؟ لا عليك في ذلك. نستخدم ذلك والكاف هنا للمخاطب ولا للمشار إليه البعيد، نشير إليه من بعيد ولا للغائب؟ أحسنتم، إذا للمشار إليه البعيد ليست للمخاطب. نفرق بين الكاف الضمير والكاف للمشار إليه البعيد في ذلك. نصب عينيه، الهاء في عينيه، الهاء هنا في عينيه، ماذا نقول عنها؟ هل هي للمتكلم أو للغائب أو للغائبة؟ نصب عينيه، نعم أحسنتم، للغائب. طيب نشاهد هنا التمرين. أستخرج من الجملة الضمير المنفصل وأذكر دلالته. أستخرج من الجملة الضمير المنفصل وأذكر دلالته. نشاهد الجملة الأولى، أنت قادر على التفوق. أنت قادر على التفوق، أين الضمير المنفصل هنا؟ أنت قادر على التفوق، نعم أحسنتم، أنت. طيب ما هي دلالة أنت؟ نستخدمها للمخاطب أو للغائب أو للمتكلم؟ أنت، نعم للمخاطب، أحسنتم. طيب الابتسام هو خير دواء للعقل. الابتسام هو خير دواء للعقل، وين الضمير هنا الضمير المنفصل؟ الابتسام هو خير دواء للعقل، هو، أحسنتم. طيب ما هي دلالته؟ هل هو للمخاطب أو للمتكلم أو للغائب؟ الابتسام هو خير دواء للعقل، للغائب، أحسنتم. المتفائلون هم الناجحون. المتفائلون هم الناجحون، أين الضمير هنا؟ هم، أحسنتم، إذن هم هو الضمير. و ما هي دلالته؟ نعم للمخاطبين، أحسنتم، هم نستخدمها للمخاطبين. طيب نحن خير الأمم، نحن خير الأمم، نحن، نعم أحسنتم، ما هي دلالة نحن هنا؟ أحسنتم، للمتكلمين، نقول للمتكلمين. نشاهد التقويم الختامي هنا، أحول من اسم ظاهر إلى ضمير مناسب كما في المثال. أحول من اسم ظاهر إلى ضمير مناسب كما في المثال. الأمل من أكبر النعم على الإنسان. الأمل من أكبر النعم على الإنسان. شوفوا التحويل هنا، قلنا الأمل من أكبر النعم عليه، كلمة الإنسان هنا وين راحت؟ التي في اللون الأزرق، نعم حذفناها، أحسنتم. إذن حولناه من اسم ظاهر اللي هو الإنسان إلى ضمير، واستخدمنا عنه الضمير إيش؟ نعم ضمير الغائب هنا، الأمل من أكبر النعم عليه. طيب تلك وسيلة حقيرة للذين يبحثون عن النجاح. تلك وسيلة حقيرة للذين يبحثون عن النجاح، كيف أحولها من اسم ظاهر إلى ضمير؟ تلك وسيلة حقيرة لمن؟ نعم يكفي أن أقول لهم، تلك وسيلة حقيرة لهم، حولتها من اسم ظاهر إلى ضمير. هذه أفكار عائقة عن العمل والنجاح. هذه أفكار عائقة عن العمل والنجاح، باللون الأزرق هنا أريد أن أحولها من اسم ظاهر إلى ضمير، ماذا أقول؟ هذه أفكار عائقة، هما اثنان، ماذا نقول؟ العمل والنجاح، نعم عنهما، هذه أفكار عائقة عنهما. نعم إن للوراثة والبيئة دخلا في حياته. نعم إن للوراثة والبيئة دخلا في حياته. نريد أن نحذف كلمة الوراثة والبيئة هنا ونستبدلها بضمير، يكفي. نعم إن،
نعم، إن لهما دخلا في حياتي. أحسنتم، استبدلناهما بكلمة لهما. هذا الضمير يكفي عن الوراثة والبيئة. طيب، نشاهد خلاصة الدرس. الضمائر بارزة وتكون إما ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة، وتستخدم للمتكلم وللمخاطب وللغائب. وأيضا لدينا النوع الآخر من الضمائر، هو المستترة، الضمائر المستترة جوازا أو وجوبا، ولا تظهر في الكتابة ولا في النطق، وإنما تقدر للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. إذن الضمائر إما تكون بارزة أو تكون مستترة. فالبارزة هي ضمائر متصلة ومنفصلة، وتستخدم للمتكلم وللمخاطب وللغائب. وأما المستترة فهي إما تكون جوازا أو وجوبا، وتظهر لا تظهر في الكتابة ولا في النطق، وإنما تقدر للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. ولهنا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.